خطبة الجمعة خطبة إسلامية، والخطبة الإسلامية لابد أن تعنى بأمور الناس، ما يعيش الناس فيه، ما يشكو الناس منه، ولذلك لابد أن تتناول من هذه الأمور التي يسأل الناس عنها ويبحث الناس عما يدري فيها. ومن حق الناس أن يجابوا عما يسألون عنه، والمسلمون كلهم أمة واحدة بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. كل المؤمنين والمؤمنات، ما قالش المؤمنون والمؤمنات في قطر والمؤمنات في الخليج العربي ولا في البلاد العربية، كل المؤمنين في البلاد العربية، في الهند، في السند، في تركيا، في أفغانستان، في باكستان، في أفريقيا، في آسيا، في كل مكان، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك اعتدنا أن نتحدث عن بعض ما يجري على المؤمنين.